اهلا بكم. اذا انت فتحت الانترنت وتوصلت بالنت ومش قادر تشوف اي ويب بيجز وبيدي لك الرساله الموجوده ديت، نقدر نستخدم الاجراءات التاليه عشان نتخلص من هذه المشكله، وخاصه طبقا لسيستم الويندوز. عشان نحل المشكله ديت نمره واحد هنقول ديليت يور براوزر هيستوري. نروح نعمل ديليت البراوزر هيستوري عن طريق نروح لتولز ونروح على انترنت اوبشنز ونروح على ديليت يور هيستوري ونعمل تشيك على كل اللي موجودين دي، الكوكيز والهيستوري والفورم داتا والباسورد، ونقول اوكي ونقول اكزيت. ديسابل اد اون ان انترنت اكسبلورر. نروح على الاد اون، بنروح على اول بروجرام، نروح على ستارت اول بروجرام واكسسوري وسيستم تول، ومن سيستم تول هنروح على انترنت اكسبلورر نو اد اون، نتخلص من الاد اون اهي موجود. ممكن نعمل مانجنج للاد اون في المانج اد اون، بنروح على تولز ونروح على مانج اد اون اهي اللي موجوده قدامنا، وبنبدا نعمل مانجنج نعمل بعض المواقع نعمل لها اوكي والبعض نعمل له ديسيبل. احنا هنا هنعمل ديسيبل لكله ونقفل بتاع ريسيت انترنت اوبشن انترنت اكسبلورر. نعمل ريسيت للانترنت، ده حل ثالث، بنروح على او رابع يعني بمعنى اصح، بنروح على الانترنت اوبشن وبنروح على ادفانسد وبنضرب على الريسيت الانترنت سيتنج. ضربنا على ريسيت وهنا بنعمل ريسيت، وهنا هو بيتاكد منك اذا انت فعلا عايز تعمل ريسيت، ونعمل ريسيت وزي ما شفنا هنقول كلوز وبنعمل اوكي مرتين، نعمل هنا اوكي تمام وبنعمل اوكي اوبن. في حاجة تانية نقدر نعملها برضو، لو احنا نزلنا درايفز او نزلنا برامج او عملنا اي حاجة وفجأة لقينا الكونفليكت دي موجودة، فاحنا ممكن نروح على حاجة اسمها مس كونفيج، والمس كونفيج هنا بنروح على سيرفيس وبنعمل تشيك على هايد اول مايكروسوفت سيرفيس ونعمل ديسيبل اول. يعني هنا هنعمل تشيك ونعمل ديسيبل اول على كل السيرفيس دي ما تشتغلش، ونروح على الستارت اب كمان ونختار، بس خلي بالكم مثلا الانت فيروس بروجرام لازم نشغل. نروح على ستارت اب ونختار برضو ديسيبل اول، ونختار البرنامج بتاع الاي بي جي اللي هو بتاع الانت فيروس ونخليه موجود، ونقول ديسيبل اول ونختاره تمام كده، ونقول ابلاي ونقول اوكي. طبعا هيقول لي لازم تعمل ريستارت عشان اللي انت عملته دوت يبدا يشتغل. في حاجة تانية برضو زي ما قلنا كولد ريستور بوينت السيستم ريستور بوينت. لو احنا برضو الكلام اللي انا قلته قبل كده بينطبق على دي، بنروح على ريستور بوينت، نكتب ريستور في الستارت ونضغط على الستور، بيديني هنا ريستور سيستم فايلز، دوت بيقدر يحولني لمرحلة مبكرة لو انا كنت حطيت درايفز او نزلت برامج عملت كونفليكت وخلتني ما اقدرش اشوف او افتح النت. وشكرا لكم لاستماعكم لفوز اكاديمي، ارجوكم تشتركوا في الموقع.